السلام احبائي، كدايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. نتوما كتشاهدوا الفيديو هذا، اليوم نشارك معكم واحد الخريجه خفيفه ظريفه. بالنسبه للناس كيبغيو يخرجوا نهار السبت والحد وتيخرجوا وليداتهم، فكاينه هاد الغابه هذه في صبادل، صراحه زوينه بزاف. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يدوزوا النهار كامل، تقدروا تجيبوا الماكلتكم معاكم ودوزوا في النهار. اما بالنسبه للناس اللي ما كيبغيش يطيب ويجي موجد، يعني تقدروا تجيبوا الماكله ديالكم، لا لحم ولا دجاج ولا قنيه، وكاينه بلايص كيطيبوا ليكم بالحق كيتخلصوا وكتكريو من عندهم حتى الطبله. انا في الاخر الفيديو غنخلي لكم لاكارت فيزيت ديالهم بالنسبه للاثمنه، يعني الكيلو ديال اللحم شحال داير، الطبله شحال دايره، حتى الخبز الا بغيتوه حتى هو يسخنوه ليكم حتى هو كاين. وما نطولش عليكم ونخليكم على الفيديو، وما تنسونيش بواحد لايك، خليوا لي واحد التعليق زوين بحالكم، ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه فعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. Está sucio. Això era una piscina per tots, eh? Per tots, a que sí? Per tots, com una àvia. Cuides bé, eh? No els pots... No pateixis, queda't.